جبت مفتاح المخزن زي ما قلت لك؟ اهو خليه معاك دلوقتي. دلوقتي فين؟ في مكتب رئيس المباحث. بس ليه؟ لسه ما رجعش. طب بقول لك ايه؟ عايزك تغور الواد العسكري اللي على مكتب رئيس المباحث ده قيمة ربع ساعة كده. هتعرف ولا هتغرق في شبر ميه؟ يا كبير، الحوار ده لو اتكشف هيحصل عوق جامد. ولو خلص هيبقى فيه قرشين عنب. ها معايا ولا اجيب حد تاني ياكل اللقمة الطرية دي؟ طول عمري معاك يا برنس. بس انت مالي ايدك؟ ياد عيب ياد نزناتي يا. مالي ايدي ايه؟ بكرة تيجي تبوس ايدي يا بقف. خلصانة بضمير مرتاح. يلا يا. خد يا كابانش. ايوه حضرتك. عشيت ياد ولا لسه؟ ابدا والله يا حضره العميل، ده انا من ساعه ما اتغديت ما حطيت لقمه في حنكي. طب اجي نروح الكانتين كلك لقمه على حسابي، خلصانه بخساره. حاضر يا حضره العميل، ربنا يكرمك ويجعلك ويديك على قد نيتك الطيبه يا رب. تاخرش يالا. حاضر. مساء الفل يا استاذ زياد. اهلا. طب ليه المعامله الناشفه دي؟ ده انا حبيبك. عمري يا سيدي براحتك، بس هتعبك معايا شويه. خير؟ لا مؤاخذه، بس هننقل المكتب تاني، العيال العساكر هينضفوا قبل ما سليم بيجي ويطين عيشتهم. في حد بينضف بالليل كده؟ افترى بعيد عنك، بس حكم القوي على الضعيف هنعمل ايه؟ بس معلش حقك عليا، لا مؤاخذه، بس هتلم حاجتك وتيجي معايا. سليم بيقال لي ان انا ما اتحركش من هنا. يا راجل دول خطوتين، مكتب جنبنا هنا بس عقبال ما العيال تخلص، وكده كده هو لو جه لو ما خلصوش هيجي لنا. يلا. فين الخطوتين اللي انت قلت عليهم؟ خلاص يا سيدي وصلنا اهو. اتفضل اتفضل يا استاذ زياد. اتفضل افتح الفاعل. اتفضل يا استاذ زياد، هجيب لك شاي دلوقتي. انا مش عايز نوشكم حاجه. مسا مسا ابو خليل. انت مين يا عم انت؟ عرسك. عرسك؟ ودخلت هنا ازاي؟ من تحت الباب؟ عرسه يدخل من اي مكان. عايز ايه؟ مرسال من طرف المعلم حسن الطبع. ما تخافش. عايز ايه مني حسن الطبع؟ مش كفايه اللي انتوا عملتوه فيا؟ عارف الازازه دي فيها ايه؟ مية نار. فهمت ولا نقول كمان؟ هو في ايه بالظبط؟ مفيش حاجة. انت قلقان ليه؟ انا هجيب لك شاي. انتوا عايزين مني ايه؟ كل خير. اقعد اقعد. مترتاح؟ خايف ليه؟ مش خايف، عايزينك تعال ابو خليل وتعرف انك لو في بطن امك هنجيبك. والمعلم بيقول لك ايه بقى؟ انت كده كده هتخش السجن، فخليك راجل ابو خليل وشيل شيلتك. واياك اياك ابو خليل تجيب سيرته او سيره حد من صبيانه، بدل ما حد من السجن يقل عقله ويضربك بمطوه زي دي او يرشك بشويه ميه نار زي دول، ولا بعيد الشر يرش واحدة من بناتك بشوية زيهم. ودول ولايا أبو خليل، ولايا. هتعمل إيه بقى الواحدة فيهم لو وشها باظ؟ اللي بالكلمتين دول في دماغك أبو خليل قبل ما تتعرض على النيابة بكرة. عرس خلص.
يا رفاعي، في العساكر؟ جوه بياكل لقمه سعادتك. سعادتك شايف الجو؟ جو ايه وزفتي؟ واحنا في حضانه؟ يا باشا العيال ما كلوش حاجه من الصبح. ان شاء الله معنهم طفحوا. حالا يا باشا كل واحد يرجع مكانه. خلصانه في منت. لما نشوف. الو، ايوه زناتي، الضابط رجع. طيب خلي عينك عليه، ولو حصل حاجه كلمني. سلام. ها يا استاذ زياد، مش قلت لك يمكن مش هو؟ بقول لك انا مصوره بالموبايل بتاعي، لولا بس ان الموبايل فاصل كنت فرجتك على الفيديو. ولنفرض ان هو يا اخي، دي حادثه قضاء وقدر يعني. وبعدين ده شاب زيك يرضيك مستقبله يضيع؟ ما علينا منه يا سيدي. ابوه ده مهما كان جارك برضه وخيره عليك. بقول لك الكلام ده ما بياكلش معايا، ما تضيعش وقتك. رجعني مطرح ما كنت، انا مش هغير كلامي. طب ايه رايك اجيب لك من ابوه 50,000 جنيه؟ ما يلزمونيش. 100,000 كويس؟ زياد انت شاب في بدايه حياتك، مبلغ زي ده يعمل معاك مصلحه حلوه. فعلا 100,000 تستاهل ان ابيع البنت الغلبانه. بس ده تفكير اللي زيك يا ابني. ان كان اهل البنت نفسهم اتراضوا مع الراجل، ما فاضلش غيرك يا زياد. هم حرين، انا مش غير كلامي يا ابني. انا امال الحياه ابقى من الميت؟ خد المبلغ واعمل لك مصلحه حلوه. وده مش حقهم لوحدهم. ابن لطفي لو ما تحاسبش كل يوم هيدوس على بنت جديده. اعتبرها بنتك. ما يخصكش. ده برضه رد الناس الرخيصة اللي زيك. لا ده انت ابن كلب اللي ادبه عايز تتربى. انت مش هتعرف تعمل معايا حاجة. لا يا رحمك اعرف اعمل. انا عايز اعرف الواد راح فين. ما يمكن زهق وروح يا باشا. انت هتستهبل؟ ما طبعا، ما انتوا ليه النهارده نايمين تحت البطاطين متدفيين؟ وانا ذنبي ايه بس؟ يعني ايه ذنبك ايه؟ انت مش عامل لي فيها الصدر حنين ولا مبلع ساكر حواليك؟ انت تعرف بيت الواد ده فين مش كده؟ انا يا باشا عارف. تروح دلوقتي تجيبه من حضن امه، مفهوم؟ حاضر يا باشا. يلا غور من وشي.